الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين. أما بعد، لازلنا في كلامي على كتاب الفضائل من كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. فقال رحمه الله تعالى: باب فضل الوضوء. وقد ذكر في هذا الباب آيات وأحاديث كثيرة متعلقة بهذا الفضل العظيم لهذه العبادة الجليلة وهي عبادة الوضوء. فالوضوء عبادة يحبها الله سبحانه وتعالى، والوضوء يكون واجباً ويكون مستحباً، فيكون واجباً في مواضع ومستحباً في مواضع. ولذلك على المسلم أن يعتني بهذه المواضع التي يجب فيها الوضوء والتي يستحب فيها الوضوء. فمن المواضع التي يجب فيها الوضوء الصلاة، فالصلاة لا تصح إلا بالطهارة، فلا بد للإنسان أن يتطهر لهذه الصلاة. والطهور يكون بالوضوء في الحدث الأصغر وبالغسل في الحدث الأكبر. ولذلك من رأى هذه الفضائل العظيمة في الوضوء التي سنذكرها إن شاء الله في هذه الجلسة والجلسة التي بعدها بإذن الله عز وجل، يعرف قيمة هذه الصلاة. فإذا كان الوضوء لها بهذا الفضل وهذه المثابة، فكيف بالصلاة نفسها؟ فكيف بالصلاة نفسها؟ ولذلك يعظم الحرص على هذه الصلاة خصوصا، وعلى العناية بالطهور لها والاستعداد لها. وما جعلت هذه المقدمات لهذه الصلاة من الطهارة وغيرها إلا من أجل هذه العبادة العظيمة التي يقف فيها العبد بين يدي ربه سبحانه وتعالى، فهي صلة بين العبد وبين ربه. فلذلك كان لها من المقدمات ما لم يكن لغيرها من العبادات، ومن ذلك الوضوء. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب آية المائدة التي هي أصل في الوضوء وفي أركانه وترتيبه، وهي قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى آخر الآية، إلى قوله سبحانه وتعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد لطهركم ولتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فهذه آية أصل في الأحكام المتعلقة بالوضوء، فبين الله سبحانه وتعالى فيها الأركان التي يجب فيها الغسل والمسح والترتيب في هذه الأركان. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا، إلى آخر الآية. ثم قال في آخرها: قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، يعني هذه العبادات وهذه الطاعات ما أراد الله عز وجل فينا المشقة. فبين الله العلة والحكمة من ذلك فقال: ولكن يريد ليطهركم. التطهير الحسي والمعنوي، التطهير الحسي تطهر من القذورات والأوساخ والنجاسات، والتطهير المعنوي وهو الأعظم والأهم، تطهير القلوب، تطهير الأعمال من دنس الشرك ودنس المعاصي والذنوب. فالله عز وجل يريد أن يطهرنا من هذه كلها. فالطهارة الحسية في إزالة النجاسات والقذورات إنما هي من أجل الطهارة ودلالة على الطهارة المعنوية. فلا يليق بالمرء المسلم أن يكون طاهرا حسيا خبيثا معنويا، بل إذا أمرت بالطهارة الحسية من القذورات والأوساخ فلتكن طاهرا معنويا من الغل والحسد، والأدل والأعظم من ذلك أن تكون طاهرا من دنس الشرك، لأن الشرك نجاسة، إنما المشركون نجس،
نجاسة معنوية. فأعظم ما يطهر به المرء نفسه أن يطهر نفسه من هذا الأمر العظيم، التطهير من الشرك ثم من البدع والمعاصي والذنوب. ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. تمام النعمة بعد التطهير أن الله عز وجل بهذه العبادة العظيمة الفضيلة التي هي الوضوء والطهارة يكفر الله بها السيئات ويرفع بها الدرجات، فهذا تمام النعمة. مع وجود الطهارة وأنت بحاجة إلى هذه الطهارة والوضاءة وحسن المظهر، يتم الله عليك النعمة فتؤجر على ما تفعل، ترتفع لك الدرجات وتحط عنك الخطيئات، كما سيمر علينا بإذن الله في الحديث التي ستمر علينا في هذا الباب. قال: لعلكم تشكرون، تشكروا هذه النعمة العظيمة التي امتن الله سبحانه وتعالى بها على هذه الأمة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه. وعنه أي عن أبي هريرة قال: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. رواه مسلم. وهذان الحديثان فيهما مسائل، أولها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، يعني أمة محمد يوم القيامة لهم فضيلة وخصيصة، يدعون دعوة خاصة بين الأمم. كيف يعرفون؟ يعرفون بهذه الميزة العظيمة، غرا محجلين، يدعون يوم القيامة غرا محجلين، يعني ببياض مواضع الوضوء. الغرة هذه الغرة، غرا محجلين، وأثار الوضوء في الأطراف والأرجل، فيعرفون بهذا. الغر المحجلين تسمى الفرس محجلة إذا كان في مواضع أطرافها بياضا. كذلك أمة محمد يوم القيامة يدعون بين الأمم غرا محجلين، ببياض مواضع الوضوء يعرفون، ببياض مواضع الوضوء يعرفون، يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم، يدعون غرا محجلين من أثار الوضوء. قال: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذه الجملة هل هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أم من كلام أبي هريرة؟ من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. أكثر أهل العلم على أن هذا من قول أبي هريرة وليس من قول الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا: لأن الغرة لا يمكن أن تطول، الغرة هذه الغرة، فإذا طالت دخل في الرأس، والرأس ليس من الوجه، فقالوا هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويستحيل أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك يقول ابن القيم رحمه الله في النونية عن هذه المسألة قال: وأبو هريرة قال ذا من كيسه، يعني من عنده، اجتهادا من عنده. وأبو هريرة قال ذا من كيسه، يعني من عنده واجتهادا منه. ولذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان يجتهد إذا توضأ ويطيل مواضع الوضوء، يطيل مواضع الوضوء، فإذا جاء اليد صعد إلى أعلى، إلى أعلى العضد، وإذا جاء إلى القدمين جاء إلى أعلى الساق، أخذا بفهمه لهذا الحديث: من استطاع أن يطيل، يقول من استطاع أن يطيل غرته فليفعل، لأن الأمة تأتي غرا محجلة. ولكن هذا اجتهاد منه رضي الله عنه وارضاه، والصواب أن الغرة لا تطول، وإنما إذا عدت مكانها ذهبت إلى الرأس. لذلك قال ابن القيم في هذه النونية: أبو هريرة قال ذا من كيسه، فغدا يميزه أولو العرفان، فغدا يميزه أولو العرفان، يعني أهل الحديث يميزون بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبين كلام الراوي، ففصلوا هذه الكلمة وقالوا هي مدرجة وليست من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبب اجتهاد أبي هريرة أيضا في هذه المسألة لأنه روى الحديث الآخر: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، الحديث الذي ذكرناه، تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، أي أن أمة محمد يوم القيامة يحلون من أساور من ذهب، من أساور من فضة،
وتكون هذه الأساور في مواضع الوضوء. الأساور أين توضع؟ توضع في الأيدي. فإذا مواضع الوضوء تكون كلها حلية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، فتكون الحلية على الساعد كله، لأن هذا موضع الوضوء، تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. فأبو هريرة رضي الله عنه الشهادة من قال من استطاع أن يطيل فليطيل، فهذا يطيل إلى أعلى الكتف، إلى أعلى الساقين الشهادة منه. ولكن كيف نرد نقول هذه ليست من مواضع الوضوء، فلا يتكلف المرء مثل هذا. وإنما ما الذي ورد على النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء أنه كان يشرع فقط في العضد، يشرع في العضد للتأكد أن الماء استوعب الماء اليدين إلى المرفقين تماما، وكان يشرع في الساق قليلا حتى يستوعب الغسل جميع القدم، ولكن لا يكون ذلك إلى أعلى الكتف أو إلى أعلى الساق. ومما يستفاد من هذا الحديث أيضا أن هذا الحديث فيه إشارة إلى أن الذي لا يصلي كافر. كيف ذلك؟ إن أمة محمد يوم القيامة يدعون، أمة محمد تدعى غرا محجلة، وذكرنا أن هذا لا يكون إلا بالوضوء، فالذي لا يصلي لا يتوضأ، الذي لا يصلي لا يتوضأ، فلذلك لا يدعى مع أمة محمد يوم القيامة. وهذه إشارة في هذا الحديث إلى أن من لم يصلي لا يدعى مع أمة محمد وهو كافر بلا شك، وقد دلت على ذلك الأدلة الصريحة الأخرى كقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، لغير ذلك من الآيات والأحاديث التي فيها التصريح بكفر تارك الصلاة. آخر مسألة متعلقة بهذا الحديث، إذا عرفنا أن أمة محمد تأتي يوم القيامة غرا محجلة من أثار الوضوء، يعني يميزون بأثار الوضوء، هل معنى ذلك أن الوضوء خاصا بأمة محمد وأن الأمم السابقة ليس فيها وضوء؟ قال هذا بعض أهل العلم، قالوا وإلا لم يكن لأمة محمد ميزة أنها تأتي غرا محجلة، إلا أن هذا الوضوء خاصا بهذه الأمة، ولكن أكثر أهل العلم على أن الوضوء ليس خاصا بهذه الأمة، وإنما الأمم السابقة كان فيها الوضوء. واستدلوا بأدلة، منها قصة جريج الراهب عندما اتهم بالزنا قام وتوضأ وصلى، جاء في الحديث أنه قام وتوضأ وصلى، وكذلك في قصة سارة زوجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما نداها الطاغية قامت فتوضأت فصلت، وهذا في الصحيحين. فقالوا هذا يدل على أن الوضوء كان في الأمم السابقة، ولكن هذه الأمة اختصت في هذه الميزة أنهم يأتون غرا محجلين من أثار الوضوء، فلا يشترط إذا اشتركنا في نفس العبادة مع الأمم السابقة أن نشترك في الفضيلة، فقد نشترك في العمل، ولكن فضل الله عز وجل على هذه الأمة أنهم يكون لهم من الفضل ما لا يكون لغيرهم من الأمم السابقة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.